السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناة إليك أنتي. يوم إن شاء الله نحضروا مع بعض باذنجان على شكل بيتزا في الفرن اللي كيجي لذيذ بزاف ومقرمش. معكم غير تبعوا معايا الفيديو باش نشوفوا طريقة التحضير. ناخدو حبة الباذنجان تكون كبيرة، نقطعوها دوائر تكون رقيقة في السمك، نحاولوا تكون فيها تقريبا نصف سنتيم باش ما تاخدش لنا الوقت في الطياب وفي نفس الوقت تجينا مقرمشة. هنا عندي 100 غرام من لا شابلو، خديت الخبز وحمرته في الفران وطحنته ولا لي على هذا الشكل، ثم نضيف ليه 50 غرام الجبن الاحمر المحكوك ونخلطوه مزيان ونتركوهم على جنب. ناخذ بيضه نضيفوا ليها الملح الابزار حسب الذوق ديالكم، ثم القليل من الاعشاب بروفانس او الزعتر، معلقه كبيره من الحليب ولا ما كانش متوفر يمكن لكم تعوضوه بقليل من عصير الحامض او الخل باش يحيد صفوريه البيض. نحركوهم مزيان ونتركوهم على جنب. ناخذ لاطه اللي كتدخل الفران ووضعوا عليها ورق الطهي وندهنوه بقليل من زيت الزيتون على هذا الشكل. ناخذ دوائر الباذنجان نوضعهم في خليط البيض ثم خليط لا شابلوغ والفرماج ونصفوهم في لاطه. بعد ما وضعنا كل دوائر الباذنجان في لاطة نضيف عليهم القليل من صلصة البيتزا ثم القليل من الفرماج الأحمر أو فرماج موتزاريلا المحكوك، ومن بعد قطرات من زيت الزيتون والأعشاب البروفانس أو الزعتر، وندخلوهم الفران على حرارة متوسطة حتى يطيبوا وتاكلوهم بالصحة والراحة. نتمنى هذه الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.